المخابرات العامه كان عندها في الشبكه العنكبوتيه بقى اللي هنتكلم فيها دلوقتي، هوريك دلوقتي شبكه الشبكه العنكبوتيه. ده مين ده؟ ده اللواء الشريف خالد. الله الله عليك، ده لواء بقى ظبط الكمانجه في الاعلام. وبعدين يقول لك مصر بتبوظ من ايه؟ انتوا زارعين البلد كلها لواءات في الاعلام، كل بق عليه اتنين لواءات، هيتكلم في ايه ولا في ايه؟ الدنيا مقفوله يابا. يا ابويا يا حبيبي، هذا الرجل لا يؤمن لا بالاعلام ولا بالديمقراطيه، يعني انتوا كلكم تحت جزمته وزعلانين؟ يعني مش عارف انتوا مطمنين له قوي كده ليه؟ يعني انت مثلا لما تشوف حازم عبد العظيم وهو زمان قبل ما يتقبض عليه تحس انه مطمن قوي، راح. الغيطي مطمن قوي، راح. لميس مطمن قوي، راح. الواد اللي كان بيطلع الاراجوز ده، راح. ياسر سليم نفسه، راح. احمد شعبان يا راجل، راح. تعالى معرفك على الخريطة بتاعت الشبكة بتاعت السيسي اللي انت شايفه ده كله، اللي هتشوفه دلوقتي. ادي اعلام المصريين شركة فاركون جروب، المخابرات العامة والحربية ومكتب الاعلام للسيسي ومزبيره والهيئة العامة للاستعلامات، كل دول معلش يعني زعلش مني، دول كام؟ 3 في 5 بكام؟ 15 جهه. ارجع لي بقى يا باشا عشان هنتكلم كلام كبير. وكل دي شبكه اوهن من بيت العنكبوت، هتقع. هي وقعت اوريدي بس يعطل رمامها، بس مطلوب دلوقتي ان نعمل السلطانيه على مقاس مين؟ عبد الفتاح السيسي، واحتمال عبد الفتاح نفسه يبقى وزير الاعلام. ايه رايك؟ انا بقترح ان هو يبقى وزير الاعلام، يخلص بقى من الليله دي. في اعلام المصريين كان عندك ياسر سليم واللواء شريف خالد، في المخابرات احمد شعبان ومحمد فايز، في الحربيه اشرف الخولي، في مكتب السيسي اللواء محسن عبد النبي مسؤول عن ملف الاعلام. والله العظيم اللواء، سياده اللواء، سياده اللواء ده اهو، انت مش هتشوفه دلوقتي، ده مش ده، ده عباس كام؟ احمد شعبان اللي جنب مين؟ اللي جنب عباس، ده الكتكوت الصغير. طيب واللواء هاني ابو السعود، العقيد هاني ابو السعود والعقيد ياسر، كل دول في مكتب عبد الفتاح السيسي، في مكتب الاعلام اللي فيه. كان زمان بيقول لك ايه يا جماعه حاطين مش عارف الدكتور ياسر ماسك مكتب الاعلام، احنا على الدكتور يا اخي بيفهم. تروح على شركه دي ميديا اللي هو عباس كامل، هو احد مؤسسين دي ام سي، اللي هو ثروت درويش مدير اداره الموارد البشريه والبقريه والحجريه. برايت فيوتشر الحاج محمد سمير العميل اياه اللي بيقعد يشرب في المصريين. شركة مصرية للفضائيات اللي هو محمد قاسم. الله. الهيئة العامة للاستعلامات اللي هو أركان حرب هشام عبد الخالق، واللي هو الصناديل علي، والعميد خالد زكي. الهيئة العامة للاستعلامات اللي برأسها مين؟ ضياء رشوان، بس هو منظر عشان بيلبس جرافطة، إنما الناس دي هي اللي بتدير. مزبيرو اللي هو علاء الجندي رئيس الدائره الاداره المركزيه لامن مبنى التلفزيون، هو مش امن ولا حاجه، هو كل حاجه. اللي هو علاء جمال عجلان نائب رئيس مش عارف ايه، العميد محمد السيد رئيس اداره الحراسات، العقيد رئيس مباحث مزبير. الوطنيه للاعلام اللي هو خالد الدكروري، واللي هو اسام جبر، واللي هو المجلس الاعلى للاعلام اللي هو ابو بكر الجندي. ابو بكر الجندي ده كان وزير واتشال على طول لو انت فاكر. ابو بكر الجندي ده رئيس لجنه بحوث المشاهده. والله العظيم امال ده مين ده؟ في حد انتوا حاطينه على الحيطه نزلوه محمد ايه؟ العميد محمد السعيد ولا السيد؟ ده بتاع رئيس لجنه الاداره المركزيه للحراسات. شركه صوت القاهره العميد محمد شتا، المصريه لمدينه الانتاج الاعلامي اللي هو بركه والمقدم عوض، المصريه للاقمار الصناعيه اللي هو احمد انيس واللي هو حمدي، نقابة الإعلاميين اللي هو سعد عباس هو المدير التنفيذي هو اللي معاه المفتاح، نقابة الصحفيين العقيد سعيد حسني مدير عام النقابة. والله يا أستاذ، دول بقى اللي ماسكين الإيه؟ سرة البلد. طبعا انت لو رحت على وزارة الأوقاف هتلاقي نفس الشيء. وزارة الداخلية اللي هو علاء الأحمدي مساعد الوزير للقطاع الإعلام، اللي هو ناصر محيي مدير العلاقات العامة والإعلام، المقدم إمام مصطفى احد المسؤولين عن الاعلام فين؟ في امن الوطن. اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك كلهم جميعا. المحررين العسكريين السابقين اللي هو لا مؤاخذه العسكري اللي كان بيبقى موجود فين؟ في الجيش ويجيب خبر ينشر
ياسر رزق، محمد البهنساوي، وكان أسامة هيكل، وحمد الكنيسي ده كبيرهم يعني. دول كلهم اللي كانوا موجودين. دول راحوا فين؟ الشبكة اللي حضرتك شايفها دي، الشبكة دي كلها في الغالب راحت مع الوباء، سجل على زوبع. الشبكة دي عاملة زي شبكة الدعارة، أنا آسف التعبير. تعرف لما أقول لك سقوط أكبر شبكة دعارة في مصر، أهدي أكبر شبكة دعارة في مصر، أكبر شبكة دعارة، لأنه هو بياخد فلوس الناس. أنا أتحداك مرة بقى عشرة، إذا عرفت ميزانية أي شركة من دول، يلا أهو، ومنها قطاع خاص ومنها مسجل، قول لي ميزانيتها كام؟ إذا عرفت اتصل على اللواء السيسي، هو هيقول لك كل حاجة. إذا عرفت، إذا صح في واحد يجرؤ يعرف الميزانيات دي جاية منين ولا رايحة فين. ليه؟ لأنه حضرتك قاعد في ميغا مافيا. إذا حد فتح بقه وقال ميزانية ال 17 شركة دول منين، الصبح كلبشون. أفرجوا عن الشباب بتوع مدى مصر وقبضوا على واحد ومراته وواحد صاحبه من على القهوة. أه والله، بس دوكم يا عيني اتقبض عليهم وما لهمش أصحاب فرنساويين، والظاهر ما بيعرفوش يتكلموا إنجليزي. ليه؟ لأن الإعلام مؤلم، إعلام الحقيقة اللي هو هنا وفي كل قنواتنا، هنا وفي كل مؤلم. بس للأسف في ناس مش عاجبها مكملين، ولا عاجبها الشر ولا عاجبها مش عارف، ويقول لك مكملين قناة بتجيب أخبار عن الناس الوحشين اللي هم مع النظام زي أحمد طنطاوي. واحنا الناس بتجيبهم هنا بتلمعهم، واحد بيعرض النظام يا ابو جهل انت وهو وهي، مش كده مش كده. ركزوا، خليكم على القضية. القضية هي السيسي وإعلامه، القضية هي مصر اللي بتنتهك. ما تجيش تعك، ما تعكش وتنشر الفتن. ما انتش عاجبك اتفرج على القناة التانية، التالتة، الرابعة، اي قناة من القنوات كتير. صح صح، في قنوات كتير، بس مش كده يعني. يعني ما تدخلش تعك في حاجة ما انتش فاهم فيها حاجة. واحد نايب في برلمان الانقلاب قال والله انا عاوز سياسة، اتقبض عليه. نقول للناس والله ده ما اتقبضش عليه، واحنا قلنا انه بطل. انا بنقول يا جماعة اي تحرك ضد السيسي مرحب به، خلاص. اشخاص ضدنا هم ضدنا، هم ضدك. وانا قلت لك ان هو صديقي؟ لا، ده انا دايما بؤمن ان عدو عدوي صديق، صح؟ مؤقتا، مش صاحبي. هو بيحقق هدف وبيدوق، بس انا بني ادم لما يتظلم ما بقولوش ذوق، لا، انا بقول له اديك اتعلمت عشان تعرف قد ايه كنا سابقينك بست سنين. واللي هيجي بعد سبع سنين نقول له كده، وعشر سنين واللي هيتعلم بدري هو اللي بيكسب بدري. الشبكه دي شبكه العنكبوت، في شبكات زيها في دماغنا احنا، لازم هذه الشبكات تتغير. طريقه تفكيرنا ونظرتنا للامور لازم تتغير. اللي عاوز يعمل اعلام لازم يحيط بالمسائل كلها ويعرف مين بيقول ايه. وما انا عندي السي ان ان بتقعد تلمع في الصهاينه وفي الاماراتيين لمصالح كتير. انا بقعد اتابع السي ان ان، بشوف مكتبها اللي في الامارات ازاي منحاز، الصوره نفسها كل شويه حد من الامارات حد من الامارات. بس في النهايه لما احب اعرف عنها حاجه بخش، واتمنى ان قضيتنا قضيه بلدي تنشر في السي ان ان، صح ولا لا؟ وفي السي ان بي سي وفي والان بي سي وفي كل القنوات وفي الاي بي سي. انا نفسي ان مفيش حد يعادي قناه. قاعده لا تعادي وسيله اعلاميه، دي قاعده سياسيه رائعه. لا تعادي قناه ابدا، لا تعادي، خد منها اللي تحبه. ولا اقول ان ما عندهاش اخطاء، بس يعني خليك لطيف وحلو وحنين. احسن المعركه ايه؟ 15 جهة، كل جهة فيها 200 جنرال، كل جهة فيها كم مليار، بتحارب 3-4 قنوات، صح ولا لا؟ فارفقوا بالناس حتى يرفق الله بنا. مع السلامة يا ياسر، ونشوفك. على فكرة ياسر كان صديق زي ما قلت لك للأستاذ الدكتور حازم عبد العظيم، ودار بينهم حوار لما حازم عبد العظيم عز عليه انه القايمه لما حب يخش الانتخابات
هعرض لك جزء من التسريب اللي اتسرب عشان الناس تعرف العلاقات كانت عاملة ازاي ومين اللي كان بيجتمع بالإعلاميين والسياسيين. وكيل المخابرات نفسه هو اللي كان بيجتمع بيهم. ازيك الدكتور؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ معلش كانت الكلام بس لسه شايف المكان. لا والله يهمك كل سنة وانت طيب. وانت طيب ان شاء الله تكون بخير. ايه اخبار حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله ان شاء الله تكون بخير. باشا ان شاء الله هم تعرف الوكيل ايهاب والمجموعه كده عاملين قاعده مع مجموعه مصغره جدا كده من الناس. طيب فهم عايزين وكده هيبقى استاذ حاتم يوم الاثنين الساعه 1. هو انا مستغرب الحقيقه يا ياسر، انت ما عرفش ان انا انسحبت تماما من القائمه؟ ما اعرفش يعني. هو انا ما حتى لو حاجه يعني كده اقعد يعني حتى يبقى في نقاش عشان ده راي شخصي يعني. هو الاسماء اللي بلغوها لي اسمها وزاوية وحاجة تقول حتى لو كده تعالى اقعد وشوف. هو اجتماع برضه في المخابرات ولا فين؟ لا لا في المقر. المقر مش هكذا لكن انا بعدت خالص عن السياسه تماما يعني. بلغوا اعتذاري وشكري كمان. طيب خلاص انا بلغ برضه ست وكيل و شكرا جدا يعني. الله يعافيك. الله يسلمك. الله يسلمك. طبعا ربنا يفك اسر حازم وكل الناس طبعا اكيد. وقال لهم لا انا مش هكمل مع انه كان احد مستشاري السيسي في الحمله الانتخابيه 14 وطبعا اجبروه انه يطلع يا عيني في الحته بتاعت السجون وانه يتكلم كلام معقول يعني. لكن في النهايه شفت الضابط ياسر بيرتب اللقاء مع وكيل المخابرات على قهوه بقى في حته في المقر. المقر ده فينا حته ما تعرفش، ممكن يكون شركه سينما، ممكن يكون لا مؤاخذه نايت كلاب عند الفنانه فلانه اللي بعد عمر الطويل بيتم تكريمها. ويقول لك كان لها دور وطني كبير جدا في ثوره 30 يونيو، فهي التي احتضنت كل الشباب، احتضنت بالمعنى الروحي، وهي التي الفت بين قلوبهم. وكانت تقوم والله الحاجه فلانه كانت بتقوم. انت لازم تشوف الفيلم بتاع نبيل عبيد مع اسمه ايه، شعبان، يوسف شعبان صح؟ فاكر انت الفيلم ده؟ كان فيلم على الاستخبارات يعني على اي حاجه. طيب